مرحبا، احنا اليوم موجودين معاكم في دولة الكويت لنغطي توزيع جوائز مبادرة تكريم الخاصة بالمواهب العربية المميزة اللي بتحمل الأمل في العالم العربي. تعالوا معنا. اختارت مبادرة تكريم هذا العام دولة الكويت لتقيم حفلها السنوي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي تولت تقديمه الإعلامية ليلى الشيخلي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف أنحاء العالم. Her Excellence Prize is awarded to Dr. Ahmed Matter. وقد أضاء التكريم في دورتها التاسعة على قصص نجاحات عربية كثيرة لتأتي الجوائز على الشكل التالي: منها جائزة تكريم للإبداع الثقافي، جائزة تكريم للمبادرين الشباب، جائزة تكريم للخدمات الإنسانية والمدنية، وأيضاً جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة، وجائزة تكريم للإبداع في مجال التعليم، وجائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة. يعني أنا شغلي جراحة ومن 4 سنين اخترعت تكنولوجيا سوفتوير اسمها بروكسيمي اللي هي بتستعمل الأوغمنتد رياليتي لتساعد الجراحين حول العالم يشتغلوا مع بعض ليقدروا يوصلوا للمريض العناية اللي هو عايزها بنفس الوقت ليعلموا عن التقنيات الجديدة بالجراحة ليساعدوا العالم كله ليتطور بمجال الجراحة وبالنهاية للمريض ليوصلوا التعليج اللي هو عايزه. الحقيقة يعني اليوم يوم مميز والتكريم فيه دفعة معنوية كبيرة لإلي ولمنصة فرصة اللي بلشت قبل تقريبا 10 سنين واللي هي عم بتوصل الشباب العربي بفرص التعليم وفرص بناء القدرات بمختلف المجالات. اليوم كانت دفعة معنوية لنا كلنا وحتى يعني رسالة لكل الشباب اللي بيتابعوا موقع فرصة واللي عم بيستفيدوا من الفرص اللي موجودة عليه ليستمروا أكثر ولياخذوا هالفرص التعليمية اللي عم بتحطهم على مسارات مهنية مختلفة وعم تخلق أمل لإلهم ولأسرهم ولأصدقائهم. نعمل مثلاً زيارات للمناطق التعبانة وممكن نعمل تدريب للأطفال الصغيرين والتعليم عشان هو اللي بيفك حلقة الفقر ووجبات عشان جسدهم يبقى صحي أكتر ودكاترة على أحسن مستوى في العالم بيشرفوا على الولاد وروحانياتهم إزاي إنه ما ييأسش ولازم يفضل يسابر عشان يطلع ناجح ونشكر الله إنه كتير منهم نجحوا وجم انضموا للفريق معانا عشان يساعدوا غيرهم. كما وحازت الدكتورة نادية السقطي من المملكة العربية السعودية على جائزة التميز الخاص، كما منحت جائزة تكريم لإنجازات العمر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومنحت جائزة القائد التاريخي لذكرى سمو الأمير المرحوم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. أنا دكتورة سورية سعودية عندي سبيشال اختصاص بالأطفال وبالغدد عند الأطفال والأمراض الوراثية. لازلت الآن بعمل ريسيرش بالأمراض الوراثية اللي قسم كبير منها بيتعرضوا للإعاقة، والتقدم بعلم الوراثة اللي عشته قسم كبير منه لأنه معظمه حدث في الله 50-60 years. نقدر نفحص هلا الاولاد ونفحص الجين الموتيشن ونفحص الجنين ببطن امه ونقرر، ومعظم العوائل صار عندهم اطفال سليمين. انا هجرت على امريكا من 33 سنه من بيروت وحاليا بعمر مدن بكاليفورنيا، وطريقه تعمير المدن بتكون على نسق الحياه اللي عشتها ببيروت قبل الحرب، يعني تعايش بين جميع الطبقات جميع الأعمار من الناس اللي بيجوا من جميع المناطق. فإذا بتروح على المدن اللي احنا معمرها بتلاقي إنه الغني عايش جنب اللي مش غني والمسن عايش جنب الطفل أو الجيل الجديد، وعنا جايين من جميع أنحاء العالم. فنحن بنجرب، أنا عم جرب أخلق اللي تركته بلبنان. حرصت مبادرة تكريم منذ نشأتها أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفوقت وتميزت كل في مجالها، فأصبحت مصدر إلهام للشباب العربي بعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس
ومراكش ودبي وأيضا القاهرة وعمان. ألا أبو حمدة، رؤيا.